شنو نفسي؟ تمام نعذرك. اولا لا كوري وإيجيمي. اليوم حكون الأخت المثالية اللي حتساعد أخوها اللي أغلب اللي في المدرسة يتنمروا عليه المشكين. أنا ما عندي أخ صغير بس يعني حنعيش التجربة. بس قبل لا نبدأ لا تنسوا فجروا المقطع لايكات وخلونا نوصلوا ل 15,000 لايك وخلونا نبدأ. Let's go. سوف أتذكر اليوم. لا لا طالما ما أدري المهم. كنت عائدة إلى المنزل وأمي كانت وحيدة. إذا كنت حاعرف إيش كانت أمي حتسوي كنت جلست معاها وما كانت لوحدها. إيش تتوقع الأم سوت؟ ألو؟ الله حبيت الميوزك تصدقوا؟ مين هدول؟ أوكي المشهد الأول أكت 1 أكاي هاوس. All right. I think we're ready. I'm really scared for tomorrow. Hey, Fukoshi. Don't worry. Everything is going to be fine. I'll be there with you. صوتها زي أيانو. أوكي الأخ دحين بيروح المدرسة أتوقع. فقلت له لا تخاف يا فوكوشي. لا تقلق. كل حاجة حتكون على ما يرام. I missed one year. What if I can't get back on track and completely fail? ضيعت سنة من الدراسة. إيش ممكن حيصير في المدرسة؟ ممكن أفشل. You're not going to fail at anything. ما حتفشل في أي حاجة. I miss mom and dad so much. وحشوني أمي وأبويا مرة. I'm sure they will be proud of you. أنا متأكد إنهم هم فخورين فيك. أوكي شكلهم ماتوا. شكل الأم والأب ماتوا. فصار الأخ والأخت لوحدهم في بيتهم عرفتوا؟ سودوكو فور هيم. هذه غرفة أكاي. I'm really nervous. أنا قلقة جدا. أتمنى إنه كل حاجة حتصير كويسة بكرة وخايفة مرة على أخويا فوكوشي لأنه قاعد يفكر في أمي وأبويا باستمرار. I need to try to sleep a bit. I don't want to be tired for the first school day with Fukoshi. لازم أنام كويس وما أتأخر عن أول يوم في المدرسة مع فوكوشي. الحين إحنا خلاص. إحنا الأخت الكبيرة حنمثل دور الأخت الكبيرة. أوكي. Huh? ها؟ قاعد تحلم. Am I? أوه قاعد تحلم في طفولتها. ما عارفة هي فين. Is someone there? هل هناك أحد؟ It's really dark here. مرة ظلام المكان. I can't see anything. ماني قادرة أشوف حاجة. Am I? Dreaming? هل أنا أحلم؟ I don't know. لا أعلم. I must run away from that scary place. لازم أجري بسرعة من هذا المكان المخيف. كأنها تصدق ياندري سيميليتر نفس الحركة. أنت الآن في حلم لازم تهرب من هذا المكان لأنه هذا المكان كأنه متاهة. خلونا مع بعض نحلل شخصية الأخت. ليش تحلم هذا الحلم الغريب؟ لقد فقدتهم واحد تلو الآخر. قصدها على الأم والأب؟ ما أدري إحنا قاعدين نجري كأننا صغار مرة في منطقة مرة كبيرة. أنا مرة قوية يا أمي أقدر أهتم في أخويا. يا هي قلقة قلقة من تحمل المسؤولية. أوكي معليش انفشعت. I almost fell in that hole. كنت حطيح في هذه الحفرة. فين نروح دحين؟ تذكري ايش كانت تقول لك امك يا اكاي؟ فقط اتبعي النور. Who said that? مين قال كذا؟ Where are you? اين انت؟ Are you here? هل انت هنا؟ Please. ارجوك لا تتركني لوحدي. I guess they're right. I should follow the light and jump in here. يجب ان اقفز. وي قاعدين نطيح. ولا لا لقد تبعتي الضوء. لازم دحين تهربي من هذا الحلم. الحين انا مره قصيره. واو ايش هذا؟ تمام لا 1 2 3 اوكي عرفنا 4 5 ايزي بيزي يا عزيزي. هنا بيكا الذكيه. اوكي اتوقع الباب اتفتح. هذه المدرسة you can jump by pressing space. اوكي نقدر ننط. الله لازم نحل هذا اللغز. اوكي اتوقع اول واحد هذا بعدين هذا 6. ياي ايش فتحنا يا ترى؟ اول مرة اشوف احد يحلم زي كذا صراحة. انا ما عمري اجت اني احلم زي كذا مع اني اكثر انسانة احلم ما شاء الله. اوه في حاجة. ووهو فتحنا باب. اوكي هذا سيب ايش؟ الخروج. اوكي اتوقع حنضغط هذا الزر. يا سلام يا سلام او ماي جاد العالم الموازي اتقلب المكان من تحت لفوق. يلا حذروا اي واحده حتكون. انا اتوقع انه حتكون هذه. ياب بعدين حيكون هذا.
بعدين حيكون هذا. بدأت أقرأ أفكار مصمم اللعبة. حبيت. هناك غاز دخل في الفاصل وسوف ينومني أو يوقظني. أوكي نشوف. الجوال قاعدين نسمع. أو المنبه. أيوه المنبه. لازم أصحى بسرعة. أتجهز. أتأخرت يا. يلا يلا بسرعة. أوه شعاع الليزر. أقدر أغير الشخصية زي ما أبغى. دايوم. أقدر أخليها كعكوع ولا لا؟ خلي هذا خلاص زي أيانو. يا سلام قاعدين نمشي مع السيم. لا مو سيمباي هذا. هذا أخونا. هذا أخويا. كيف تحس يا أخويا؟ إن شاء الله كويس أنت اليوم. أنا قلق جدا أو قليلا. لا تقلق كل شيء حيكون على ما يرام يا أخي العزيز. ما أدري والله يا أختي. تقول له حاتغدى معاك لا تقلق. الحصة حقتي حتخلص قبل حقتك. ياي مدرسة تايم اسمها تشيري هاي سكول. مدرسة الكرز الثانوية. Hello, I'm Mr. Tori. The headmaster of Cherry High. Welcome. اوه هذا المدير حق المدرسة يرحب بأخويا ما شاء الله. ايش الفرصة السعيدة هذه يا مدير المدرسة اللي نازل من مكتبك عشان بس ترحب في أخويا. واو. Nice to meet you, sir. اهلا وسهلا. Nice to meet you. As you are new here, I'm going to present you the school ground and your teacher for this year. اوه نايس. يعني المدير يقعد يعرف الطلاب الجدد بالمدرسة. غريبة. انا اعرف دائما يخلوا طالب من الطلاب اللي هو يعرف الطلاب الجدد على المدرسة وزي كده. فحيعرفنا وحيعرفنا على الفصول وزي كده وما ادري ايش. Alright. Thank you. شكرا يا استاذ. Well, okay. See you after classes. حشوفك بعدين بعد المدرسة يا اكاي. اوكي. يلا مع السلامة يا اخوي. انتبه لنفسك. اذا حد ضر. بسم الله الرحمن الرحيم. I'm so happy to see you. انا مرة غيرانة من شعرك لونه حلو. تقولي مبسوط اني انا شفتك. ايش الترانزيشن اللي سويتيه؟ It's been a while. اوه زمان عنك يا ايميكو. كيف حالك؟ ان شاء الله كويسة. I'm okay. انا كويسة. I was wondering. كنت اتساءل. For a little thing. تقدري تساعديني في حاجة بسيطة؟ لا تقولي لي اتنمر ولا اصور احد ولا حركات فوتشان ما نبغاها. Sure, what is it? اكيد. ايش تبغي؟ It's a long story. موضوع طويل مرة. ضيعت تليفوني ترى. ماني عارفة من سرقه. ودي ارجع جوالي اللي انسرق. ممكن تنرفزي؟ قاعدة تنرفزني. ما عليه خلينا نتخطى. Help her ولا لا؟ صراحة ما ودي اساعدها. اقول لها انا مشغولة. بس ممكن لو ساعدناها نستفيد منها بعدين صح ولا لا؟ فخلونا نساعدها. ونعرف مين اللي قاعد يسرق الأغراض. نشوف. Tell me who stole it. I'll get it back. قولي لي مين اللي سرقه. أنا حروح أمدسه. أوكي ما عليه. سوري. خلينا نتأدب نكون مؤدبين. يا أختي قولي لي مين سرقه وأنا هأوريكي هو. See that girl over there? Well, that's her. I don't see it, but she seems really rude and bad. أنت اللي باد. Talk to her. تمام نعذرك. أوه لا لا كوري وإيجيمي شكلها من بنات الكول هذه متنمرة. Don't worry about it. I'll get your phone back. لا تقلقي بروح أكلمها. أوكي خلينا نحاول نهضم صاحبتنا إيميكو يمكن تكون فيها فايدة. أوكي ما نكرهها. نحاول. Good luck. حظ موفق انك انت تاخذي الجوال. بس بالله لا تجيبي سيرتي لاني ما ابغى ادخل في مشاكل معاهم. شفتوا كيف باعتني لما انا عرفت المساعدة عليها. ليش جو. احنا في المدرسة الان. الله يا الاخراج عجبني صراحة. كنا قاعدين كذا قطر الموت. وي الهدف الآن إن إحنا نروح نجيب الجوال من البنت هذيك اللي أعطتنا النظرة كذا ما أدري كيف عرفتوا؟ هيا نروح بسرعة. أتوقع هذا الفصل. أوه لا لا شايفينها؟ طيب كيف ألهي انتباهها؟ كيف ممكن ألهيها؟ إيش هذا؟ Put the pot on the floor. عادي قدام الناس؟ أوكي قاعدين ندفها. أوه نايس.
What happened here? إيش صار هنا؟ أوكي لا ليكون الأستاذ شافني ويبخني بقول له كان حادثة آسفة. I'm really sorry. It was an accident. أنا آسفة يا أستاذ. حدث عن طريق الخطأ. أو عادي لا تقلقي. بس المرة الثانية انتبهي. ممكن تساعديني في تنظيفها؟ لأنه ممكن في أحد حيطيح بسببها. لازم أوري أخوك المكان. لا تقلقي يا مدير المدرسة. حنظف كل حاجة. وآسفة مرة ثانية. كان ذلك وشيكا. ممكن تروحي تنظفي مكاني عشان أروح أخذ الجوال. يا كولي أنتي. Oh my god. إيه والله. اوكي اوكي بسرعة بسرعة ما كنت تدري بسرعة اخذته give the phone to Emiko اوكي نايس والله نايس هلا والله Emiko شفت لك الجوال خدي والله اني كفو والله اني كفو شفت لك هو no way مستحيل awesome. شكرا على مساعدتك انت اسطورية next time be more careful with your phone let's head up to class right now we're going to be late المرة الثانية انتبهي لجوالك خلينا ذحين نروح الفصل عشان لا نتأخر يلا ليش قا اوكي Let's learn math خلينا نتعلم الرياضيات إذا كانت النتيجة صحيحة أو لا لا بليز مو اختبار حقيقي اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة أكيد كم ما فهمت يعني اكتب الرقم انا بنفسي اوكي اوكي اذا كان فهمت اذا كانت الاجابه صحيحه اضغط اي حاجه في زر الماوس اوكي خلصت الحصص والان حننتظر الاخ برا في المدرسه يا اخويا تعال شو مسكين ماسك يده وكذا يمكن عشان امهم وابوهم راحوا so how was your day brother كيف كان يومك يا اخويا it wasn't that bad كان كويس مو مره بطال told you Let's go home already. قلت لك يلا خلينا نروح البيت في آخر الليل في منزل أكاي. Hey, I was thinking about something. كنت أفكر في حاجة. What is it? إيش؟ As you're now back to school, we both need a computer. What if we try to fix Dad's computer for you? بما إنه إحنا رجعنا للمدرسة، إيش رأيك؟ أتوقع إنه إحنا نحتاج كمبيوتر. فإيش رأيك نصلح الكمبيوتر حق أبويا ونخليه لك؟ Dad's computer? I mean, we could do that, yeah. كمبيوتر أبي أتوقع ينفع. طب باخذ رأيكم في الألعاب اللي زي كذا. هل تبغوا يكون في ترجمة ولا أنا أترجم لكم بصوتي؟ أتمنى أنكم تردوا عشان أعرف يعني أنت إيش يعجبكم وأقدر أسويه في المقاطع الجاية وزي كذا. Don't worry, it's gonna be like a brand new computer. You will create an account just for you. لا تقلق الكمبيوتر أصلاً حيكون مرة كأنه جديد. وحنسوي لك حساب كمان اوكي هل احنا نصلح الكمبيوتر ولا نعطي له واحد يسوي لنا هو صراحه ما ادري انا ما اعرف كفاءه البنت او كفاءه الولد انهم يصلحوا الكمبيوتر بس اذا اعطيته للبروفيشنال حيكون مره بيرفكت بس حيكلف فلوس خلينا نجرب احنا نسويه بنفسنا لانه اثق في قدرات البنت هذه يلا خلينا نصلح الكمبيوتر لانه في توتوريالز على اليوتيوب نقدر نشوفها ونتعلم صح انا زي كذا اسوي اوكي Let's do this. يلا خلينا نسوي. يبغوني أنا في الحقيقة أسوي. أوكي. لو خليت لو دفعت فلوس زيادة مو أحسن. Take the tools, fix the computer. أوكي. هنا الكمبيوتر هنا أتوقع. دايم. بس ركزوا سووها. عرفتوا كذا. Let's try to boot up this. Yes. صلحنا. ليش قال؟ ليش قال؟ ليش قال؟ يس صلحنا الان حنسوي له حساب يعني ما كان يحتاج نروح نودي له شخص يسوي لنا هو تمام done يس سوينا be careful with this computer there's a bunch of memories of mom and dad in it and I don't want to lose them تقول في ذكريات كثيره في هذا البي سي عن امي وابويا فحاول انك ما تخربه مهما كان عشان لا تضيع المعلومات حكون حذر شكرا لك يا اكاي تمام اتوقع رحنا المدرسة في اليوم الثاني اولالا اولالا ايش قاعد يصير ايش في صديق هذا برضو صاحبك شو هايدي شو هايدي شو عم بيعمل انه عشان قاعدين يسووا مع نفس الحركة حقت اليد اوه طالب جديد زيه اوكي
لا يكونوا الاثنين هدول يتنمروا عليهم. هذه نهاية الحلقة الأولى. أو خلصت والله أحس قليل، أحس نفسي أكثر. يقولوا خلصت الحلقة الأولى ولسه اللعبة قاعدين لسه ما خلصوها، ما خلصوا صنعها. من جدكم؟ بس أبغى أعرف إيش يصير. طيب أتمنى تكون عجبتكم هذه اللعبة، ولا تنسوا تشتركوا وحطوا لايك للمقطع يساعدني كثير، وإذا عندكم ألعاب ثانية في بالكم أكتبوا لي تحت اسمائها تحت في التعليق، وأراكم في حلقات أخرى. باي باي.